أشكر أبويا الحبيب أبونا مرقس، أبو المنطقة كلها بصراحة، مش بس كنيسة العذراء. عايز أكلمكم، أنا I'm going to speak Arabic and English, okay? And I'll try to balance. عايز أكلمكم عن قناعة أم النور وتذمرنا. Saint Mary the content queen and our rebellion. Saint Paul wrote in Timothy, godliness with contentment is a great gain. التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. ويقول أخاف كما خدعت الحية حواء بمكرها تفسد أذهانكم عن البساطة اللي في المسيح. أم النور بالرغم أنها يسجد لها الشاروبيم والسارفيم وتعتبر المركبة التي ركب عليها المسيح، فهي ردت أن تكون في بيت النجار قنوعة بدون تذمر بالرغم أنها السماء الثانية. Saint Mary is content to stay in Joseph's carpentering house although she is the second heaven. She was content to flee and escape from many Romans and Jews although she is the mother of the Holy One. أم النور كانت قنوعة إنها ترضى تهرب قدام الشر بالرغم إنها أم القدوس. أم النور كانت بيظهر لها ملائكة كل يوم وفي كل حتة بالرغم ما كانش ليها مكان تقعد فيه. She was content to have no place to give birth in although she was surrounded by the angels. If I want to speak about being content and or complaining, هل أنا راضي بحياتي ولا متذمر؟ هل أنا طالع لأمي ولا مش طالع لها؟ يقول بولس الرسول لا تتذمروا كما تذمر أناس منهم فأهلكهم المهلك. Don't complain as some of them have complained and were destroyed. Complaining is something God does not like. Especially when we don't have good reasons. What are the ways that we complain of or from? We appear complainers when we do not think. أول حاجة بيبان علينا في تذمرنا إن إحنا ما بنقولش كتر خيرك يا رب، شكرا يا رب، تعبناك يا رب. تاني حاجة لما يكون وشنا مكشر ومكتئب وتلاقونا كده مش عاجبنا حالنا and we are so depressed and so annoyed and we don't like what's going around us. كمان المتذمر يبان ان هو يكبر ويهول، يقول انا حياتي صعبة جدا، انا مشاكلي كتيرة جدا، محدش بيمر باللي انا بمر فيه. ولما تحكي له عن طفل مثلا عنده كانسر تقول له امال ده بيضحك ازاي ولا ام مستحملة ازاي، تلاقيه the non-content exaggerates and makes things worse by him talking. كمان المتذمر تلاقيه يعني دايما غير مستقر، عايز يغير كل حاجة، تلاقيه غير الوظيفة وغير الكنيسة وغير يمكن مراته ويغير كل حاجة. ليه؟ لأنه مش عاجبه حاجة. He's unhappy. He's changing the major. He's changing the school. He's changing his friends. He's changing the state. Because he's not content. مش راضي بحاله. مش راضي ويقول له كتر خيرك يا رب ده اللي انت بتدوني ده نعم. أما هو تلاقيه كل شوية عايز يغير حاجة. تلاقي المتذمر طول النهار يقول اللازم والمفروض. وعايز يبقى زي فلان وبيقارن نفسه. He is always looking and comparing because he's unhappy. He's not content. من صور عدم الرضا النبي الناري إيليا. إيليا عمل حاجات حلوة كتيرة جدا.
لكن جاله فترة كده جاله عدم رضا، بقى متذمر. قال له يا رب ده نقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك وبقيت أنا وحدي، مع أنه هو اللي موتهم وهو اللي كسر مذابحهم. أوقات الواحد فينا بيبقى عامل زي إليا النبي كده، يبقى ربنا مسهل له كل حاجة لكن هو يبتدي يتذمر ويكومبلين على كل اللي حواليه. Elijah the fiery prophet, although he was successful in everything he does, he started complaining and saying, they tore down your altars, they killed your prophets with the sword, and I am alone. Ayub قال وقت قال عامل زي للأسف إخواتنا السيدات أوقات يجوا خد حياتي يا رب أنا عايز أموت واستريح منكم. أو أيوب برضو يعني ويونان عملها، قال خد حياتي يا رب موتي أحسن من حياتي. أيوب فتح فاه وسب يومه. Job and Jonah, both of them, they were complainers at one time. طب إيه أسباب عدم الرضا؟ What are the reasons for being non-content, unhappy, unsatisfied, not like our mother? The first thing, the person who does not believe, he is always unhappy. الإنسان اللي ما عندوش إيمان عمره ما يبقى راضي. ليه؟ لأنه يعني سوري يعني ما هو عايز كل حاجة، فما فيش حاجة مالية عينه، لأن ربنا يملى العين والقلب. يعني العذراء مريم ما كانش عندها حاجة خالص compared لأي بيت فينا. العذراء مريم دي أفقر من أي بني آدم تعرفوه، واحدة ولدت سوري يعني سوري في الكلمة يعني في الشارع. ده حتى الستات اللي عندها إيدز بيلاقوا لها مكان تولد فيه. أما أم القدوس ومع كده لأن ربنا مليها عندها إيمان فتبتهج نفسي بخلاصك. فمن أسباب عدم الرضا الواحد لما يلاقي نفسه كده متذمر على طول يقول يا رب يظهر إن أنا بطلت أؤمن فيك. Because without faith we cannot please him. We are going to be non-content. We are going to be angry all the time. Also being greedy and being always needy and always wanting, I will never be happy. الإنسان الطماع اللي عايز اللي في إيد غيره تلاقيه عمره ما يبقى happy أو content. من أسباب برضو الكومبلينينج، أسباب عدم الرضا أو أسباب التذمر أو reasons of complaining، إن he is asking for things he cannot get. Asking for area, for position he cannot attain. Asking for, he wants to buy something he cannot buy. Asking to be in a level he cannot be. He is always looking beyond his abilities, beyond his capabilities. He is always looking, why not me? زي مثلا يعني Saint Paul and Nathaniel. Nathaniel, we don't know much about him, but Saint Paul is so famous. Can you imagine Nathaniel, the great apostle, is saying, why can't be, I don't want to be, I want to be Saint Paul. زي مثلا واحد خادم صغير زي حالاتي يقول لي ما بقاش زي البابا شنودة. يا عم البابا شنودة إمكانياته وربنا اداله واداله واداله، فأنت مش راضي بالحاجة. ربنا ادالك إمكانية واداله هو 100، هيحاسبه على 100 وهيحاسبني على واحدة. So عدم الرضا إن أنا عايز أبقى أحسن ومش قادر أبقى أحسن. لو أقدر أبقى أحسن ماشي، إنما لو مش قادر. أوقات يا جماعة بنبقى عايزين نغير حاجات وعايزين نبقى أحسن من اللي إحنا فيه وعندناش الإمكانيات أو الوسائل اللي تخلينا تعمل كده. Reasons of complaining also when I don't have a goal. Or I have so many minor goals but I'm missing the main goal. I want to be a lawyer and I want to have a house and I have 2 cars. I want to have a beautiful wife and I have 2 children. But you are missing, do you want to go to heaven or not? If you are missing the big goal, even if you get the small goals, you will never be happy. لأنك always you want something else. من أسباب عدم الرضا يا جماعة اختفاء الهدف الكبير اللي عينه في السماء. تلاقيه بقى شغال وبيحاول وبيجيب وبيكسب وبناجح وبيربي ولاده وماشي كويس وبيجيب أهداف صغيرة، لكن
لو الهدف صغيرة وقعت طالما الهدف الكبير ما بيقعش ما تلاقوش يتعب ما تلاقوش يتذمر. أما اللي عينه طول النهار في اليمين والشمال ومعلوش هدف على عين السماء عينه على السماء تلاقيه يتذمر من كل حاجة، كل حاجة تقع منه. Whenever he loses a minor goal he thinks that heaven and earth are tumbling over me and I lost all my life. طب what are the complications of being not content? What are the problems? Why do we want to be content? يعني ليه عايزين نبقى زي أم النور؟ يعني تبص في وشها كده تقول نفسي ابقى زيك يا أمي في ان انت راضيه بحالك بالرغم ان حالك ما يعني ما يسرش ولا راجل ولا ست، نفسي ابقى راضي زيك. اول حاجه تضيع مننا لو ما بقيناش راضيين البركه. تلاقي كده واحد بيجي له فلوس ومش حاسس بالبركه، واحد عنده اولاد ومراته والبيت كويس ومش مبسوط، ما عندوش بركه مش مستريح. One of the complications is the loss of blessing. He is always losing as if he doesn't have a lot and ربنا and God is giving him a lot. He is always feeling irritable, troubled, not peaceful. أم النور الدنيا كلها بتضرب حواليها، كلها بتضرب حواليها. الناس تقول عليها دي جابت ابنها ازاي، واحد تاني يقول ده ابن النجار، واحد تالت رئيس العشرين ابنك. وهي loss of peace is a major complication of feeling not satisfied, not being content. تلاقي كمان اللي متذمر يتعب اعصابه ويتعب اعصاب اللي حواليه. يعني لو واحده ست مش راضيه في حالها تلاقي البيت مكهرب والعيال طالعين مشدودين والزوج مش مبسوط، ولو حد فينا واقف معاها هتلاقيه برضه مش مبسوط، معديه. One of the complications of being non-content is continuous anxiety. You are always stressed because you want something you cannot get. You are unhappy. You are not satisfied. Also, the person who is not content is always not seeing his issues, his mistakes. He's always looking at you and saying, "You are missing this. You are missing this. You are missing this." الإنسان الغير راضي تلاقيه يدور في دفاتر غيره، ما يدورش في دفتره. يدور في مشاكل غيره ما يدورش في مشاكله، يدور في وقعات غيره ما يدورش في وقعاته. ليه؟ لأنه خايف يزعل من نفسه. لأنه كمان ال being non-content is very contagious. If you get one person who is very unhappy and unsatisfied with his life, he will infect the others. Everybody will be unhappy and not satisfied. متعب ومعدي. طب آخر جزء، طب إزاي أكون راضي؟ How can I be content? How can I be satisfied? I'm going to say four things. All of them start with R. العربي مش منفعش. Review, resist, replace, remember. رائب، قاوم، استبدل، وافتكر. We'll take them one at a time. Review, resist, replace, remember. The first one is review. اللي عايز يبقى يخرج من صيام العذراء ويكون اتعلم الرضا من أم النور يتعلم يشكر ربنا على الصغيرة قبل الكبيرة. شاكرين في كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع. So the first thing when to review means review anything that happens to you and say thank God for this. Thank God for this. The more you train your mouth and your mind and then your heart on thanking, the less unsatisfied you will be, or the more happy and satisfied and content you will be. Number two, resist. Resist your feelings and look for the facts. If you have a lawyer and you tell him, I think this guy is innocent, he tell you, it doesn't work with me. I need evidence. I wish we resist
our feelings. I think I'm unhappy. I feel the world is against me. I feel my wife doesn't like me. I feel my kids are going to leave me. I feel my abuna doesn't care for me. And these feelings are groundless, baseless, but they enrich the lack of contentment. So قاوم مشاعرك ودور على الحقيقة مش المشاعر. يعني افرض ان انت غلطت في حاجة، مش معنى كده ان انت فاشل في كل حاجة. يعني كون بطرس غلط، ما ربنا قال له عندما رجعت ثبت اخوتك وبقى بطرس قديس عظيم. يعني اوروبا بتتمثل باسمه وبقى صخرة الايمان، لكن وقع. فارجوك لما تقع او تقعي او تفشلي في حاجة ما تقوليش انا انسانة منفعش، لان ده بيزود بيهيج المشاعر ويخليني ان انا I'm not happy with anything. So resist entitling yourself that you are a failure. If you failed one thing, that doesn't mean you are a failure. It means that you resist the feeling, but look for the evidence and move on from there. Do not trust your feelings all the time. Use evidence. Feelings may not be reliable. How many of us will wake up in the morning and say, النهاردة يوم شكله الله أعلم، ويبقى طالع من الصبح وهو ما حصلش حاجة لسه. He wakes up in the morning saying, this day is going to be horrible. طب ده انت ما قلتش أشكرك يا رب أنه حتى يعني واقف على رجليك النهاردة، ما قلتش أشكرك يا رب أن الشمس طلعت، ما أشكرك يا رب أن أنا هعرف أروح أنا عندي شغل أصلا، وبعد كده شوف هيحصل إيه. ولما يحصل مشكلة قول يا رب يعني خد بالك بقى، بقى اليوم يعدي على خير ماشي. إنما يصحى اليوم يقول ده يوم ما يعلم به لربنا، فعلا ما يعلم به لربنا، بس هو ربنا لن يتركك وحدك. الله عالم إن إحنا ضعفة جدا، وعشان كده يقول لك أمسكت بيدي اليمنى. والجملة اللي قبلها تكسف شوية، معلش في المزبور ده يكسف، يقول لك بهيم عندك يا رب. أنا سوري يعني زي الحيوان ما بفهمش، بس أنت أمسكت بيدي اليمنى وتهديني بقى أنت تتصرف طول اليوم. فاليوم عمره ما يطلع وحش. هيطلع وحش ليه؟ ما هو أنا سوري يعني مسكني عامل زي واحد بيجر حاجة كده. فأنا لو بهيم عنده أنا، يبقى هو أمسك بيدي اليمنى، يبقى اليوم هيعدي. يعني as Psalm 73 says, I am like a beast, like an animal. I don't understand. But you are holding my right hand and you will lead me. So if there is a bad feeling in the beginning, I have an evidence that God didn't abandon me before. If a number one review, are you thanking God on everything or not? أول حاجة بشكر ولا لا؟ ولازم نتعلم الشكر في كل شيء وعلى كل حاجة. تاني حاجة ما تقعدش تقبل المشاعر اللي ملهاش حقائق، بدل ما تقع في حتة وتلاقي نفسك ان انت تعبان. يعني زي الصورة اللي انتوا شايفينها دي، هو شايف نفسه اقل من غيره. الصورة اللي على الشمال اللي هو واقف تحت يعني، فهو شايف نفسه اقل من غيره، ولما طلع على الكرسي برضه شايف نفسه انه اقل من غيره. المشكلة مش في الطويل، المشكلة ايه؟ المشكلة ان انا اكون اقل من غيري في حاجات، ما انا احسن من غيري في حاجات. انما لو انا شايف دايما نفسي اقل من غيري في حاجات، وشايف اللي قدامي طوال وعمالقة زي ما اليهود لقوا، اسقطها في يدهم بقى، هيخافوا. One of the things we all do, that we always look at others, they are stronger, better, handsome, beautiful, richer. And then I'm unthankful. I'm unhappy. I'm not satisfied. لكن الضعيف فينا بيقول أنا بطل. بنعمة ربنا أنا بطل. أم النور الصغنونة دي اللي هي احتملت يعني مسؤولية العالم كله. يعني طبعا
طبعا الروح القدس ظللها، بس انا عايزكم تفكروا، مش ممكن كانت تقول انا اقدر احتمل ده، مش ممكن، انا ما اقدرش اعمل الحاجات دي، لا 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 انا صغيره قوي على الحاجات دي، لا ده انا طفله، لا انا ما اعرفش حاجه، انا ما عنديش اكسبيرينس. لا قالك نعم أمة الرب، انا أمة الرب انا عارفه، لكن الروح القدس بقى هو اللي هيساعدني. دي بقى يا جماعه البالانس بتاع الارثوذكسيه. Orthodoxy means you are balanced. You know your little abilities, but you know God's presence. So don't look at your weaknesses and your defects and your deficiencies and you measure against all the people around you and you feel very small. So you will never be happy. So resist comparing yourself with others. قاوم ان انت ما تقارنش نفسك بالاخرين. المقارنة يا جماعة طول النهار بنعملها في مخنا، اوقات ما بنعملهاش من بره. اشمعنى فلان؟ واشمعنى فلان؟ اشمعنى ولاد فلان؟ واشمعنى ولاد فلان؟ واشمعنى عربية فلان؟ واشمعنى عربية فلان؟ واشمعنى وربنا يقول يا جماعة انا فرحان بيكم كده. زي واحدة مرة كان عندها كانسر في ايدها هنا في الحتة دي، واحدة عندها 16 سنة، ونشكر ربنا تعالجت وخفت بقت زي الفل. مرة واحدة قابلتني من غير ما تعرف ان عندها كانسر، بتقول لي بنتي بتغير من البنت دي خالص، اشمعنى هي شعرها حلو قوي وبنتي اكرم. قلت لها طب ايه المطلوب يعني؟ قالت لي مش عارف، اسال لي البنت التانية بتعمل ايه في شعرها. كان نفسي اقول لها ان ما كانش عندها شعر خالص، كان نفسي بس ما قدرتش. بس في نفسي كده قلت يا سلام يا رب، قد ايه الناس بتبص على اللي بره ومش عارفه البنت دي قعدت سنه ونص في عمليات وكيم وما فيش شعر وبتاع، لما ربنا اداها الحلاوه دي واحده تانية بتغير منها. احنا مش عارفين يا جماعه، احنا مش عارفين. بليز ستوب كومبيرنج، يو ويل بي سو هابي سو بيسفول. انا مالي، انا ربنا اداني كده يبقى انا فرحان بيه واشتغل بيه. خذ نفسي لاني لست خيرا من ابائي زي ما ايوب قال. نمبر 2 برضو ان resist comparing yourself because when you keep resisting you will enter into depression because you cannot become taller or so thin or so educated. Be content with what you have. I'm not saying don't be ambitious. Work hard, study hard, get degrees, all of this. But also, don't keep saying, not, I want to be like him. نقارن ضعفنا بقوة الناس ونقارن فقرنا بغنى الناس ونسين ان يمكن عندهم حاجات ما نعرفهمش. As the American quote is saying, the grass is always greener from the other side of the fence. عارفين لما واحد يبص على الحشيش من الناحيه الثانيه من اشمعنى بيكلم مراته اشمعنى الحشيش عندهم اخضر واحنا عندنا مش اخضر؟ يا عم انت ايش عرفك البيت ده فيه ايه ومش فيه ايه؟ خليك في بيتك، خليك في بيتك وقوي بيتك وافرح ببيتك وخليك فرحان بمراتك واولادك بدل ما تقعد تبص وتقول اشمعنى. Resist comparing yourself with others because I want to be like this, I must be like this, I want to be work harder. كل الحتة ان لازم والمفروض دي مضيعانا صدقوني. Think positive and stop being negative about what you need to do. St. Paul wrote in Romans, do not be conformed to the world, but be transformed by the renewal of your mind. عايزين تغيير الذهن ده يا جماعة. تغيير الذهن ده اللي بيتكلم عليه بولس الرسول في رومية 12. يعني الواحد مخه يتغير. بدل ما مخي طول النهار باصص على نيجاتيفز عندي وبوزيتيف عند الناس، أبص برضو على البوزيتيفز اللي عندي وأشكر ربنا عليها عشان تكتر. وأقول يا رب بارك في البوزيتيفز اللي عند الناس يمكن يكون محتاجينها. Number 3. Replace. يبقى review, resist, replace, استبدل. بدل ما تقعد طول النهار تفكر في نفسك أو في نفسك، فكر في الآخرين. لو أنت خدمت حد محتاج يمكن تلاقي نفسك بطلت تفكر في مشاكلك. عارفين لما يقول واحد يهون عليه مشاكله لما يشوف مشاكل غيره، كلمة صح فعلا.
ف please be interested to go and serve others in any shape or form, because when you serve them you will thank God for what you have, and then you replace your focus on yourselves, on yourself, on focus on the needs of others. So stop being focused on yourself. Replace it with be interested in the care of others. كمان الدوشة الكتير والقعدة مع الناس اللي بتزن قصدي يعني طول النهار بتكومبلين طول الوقت غيرها بمجموعة تانية بناس تشكر ناس ما عندهاش الزن الكتير يعني حتى إيليا النبي لما ربنا لأبي زن قال له تعالى بقى لوحدك هنا فقام وأكل وشرب وصار بقوة هذه الأكلة 40 يوم قال له تعالى لي يا حبيبي بعيد عن الدوشة. When Elijah was complaining too much, God took him in a little walk and he was fine. Number three, also replace your mind with the mind of Christ. Jonah was complaining about a little plant that he did not do anything to get it growing. And all of a sudden it died, so he hated his life. And God's mind said, you hated your life and you complained about the death of a little plant and you don't want me, the mind of God, to care about thousands and ten thousands of people who they don't know the right from the left. فكر ربنا وفكري. ربنا عايز الناس تبقى كويسة وأنا عايز أخذ اللي في إيديهم. أنا متضايق ومتنرفز وربنا عايز يدي سلام. زي ما عمل مع يونان. كمان يعني غير المتذمرين في حياتك باللي عندهم رضا. صدقوني اللي بيقابل ناس عندهم امراض زي اللي حكيت عنها دلوقتي دي زي البنت دي تلاقيه عنده رضا دايما. اللي يعرف يكلم حد مثلا عنده مرض من دول وهو يقول له ده احنا احسن مننا كتير، هو في التليفون الست بتقول لك ده انا احسن مننا من ناس كتير. وهو يقول في نفسه احسن من ناس كتير ايه ده ما فيش اوحش من كده. تكون هي تعبانه خالص يعني. يعني المفروض الواحد يسمع دي ويقول المفروض اختشي على دمي بقى. يعني اتعلم شويه. نصادق غير المتذمرين. Replace your friends with more content, satisfied, happy, thankful people. زي ما بنقول as we say in Psalm 1 blessed is the man who does not walk, does not sit, does not يعني stop doing walking in those counsels. ما توقفش مع دول، ما تقعدش مع دول. Last point, remember. So review, we replace, we resist, we remember. Remember the blessings. You know, in the American saying, they say, count your blessing. It's very common. In my field, when I see a patient who is very angry, and sometimes you can't tell him because he's not a real Christian, so you tell him, count your blessings. So he tells me, what blessing? And I try to give him blessings. And a lot of them, their anger subsides, even though they are not godly or Christian. But they see that, oh, my wife didn't leave me. The treatment is working. It seems I lived a full year without cancer. Count your blessing. طب احنا بقى نقول ايه بقى؟ اللي ربنا يعني منع عننا حاجات كتير. Remember the blessings. Count your blessings. Count your talents. Every single one in the church has a talent. You may not know it, but you do have a talent. God did not create one person without a talent. We may not be aware of the talent, but I can tell you, you never live talentless. كل إنسان عنده موهبة بس اكتشفها ويمكن أكتر من موهبة واشكر ربنا عليها وما تقولش اشمعنى فلان عنده يعرف صوته حلو أنا ما أنت عندك حاجة تانية ما أنت حنين على الناس مثلا هو مش عارف يبقى حنين أنت بتعرفي تطبطبي على الناس والناس بتهدى لما بتكلميهم هو هي صوتها حلو ماشي احنا محتاجين دي ومحتاجين دي. Count your talents. Count the blessings of friends around you.
those are blessings. You should be content that you have several people of your family and friends around you. اعرف الناس اللي حواليك دول دول نعمة، دي بركة من ربنا. إنجازاتك، كل الإنجازات اللي عملتها قبل كده، ما هي دي برضو بركة. لما تلاقي نفسك هتقع وتقارن، تقول ده ربنا عمل معايا كتير زمان، وقف معايا في كذا، ومراتي كان هتدخل عملية وطلعها، وابني حصل معاه كذا، ولما سافرنا ما كناش عارفين نسافر وجينا، ولما جينا عرفنا نلاقي كنيسة تحضننا. Count your blessings. When you count your blessings, you will be less angry. هتبقى غير متذمر. لأن أصل عارفين في عندنا كلمة بالعربي تكسف شوية، معلش هقولها أنا خلاص هروح يعني. ناكل وننسى. أنا بصعب عليا ربنا أوقات إن أنا أوقات يأكلني وأجي أقول له ما تأكلني. فين آخر مرة ما عزمتنيش ولا مرة؟ ويكون هو بيأكلني كل يوم، كل ساعة. وأقول له ما فيش، فين الأكل؟ فين العشاء؟ ما عشتنيش ليه؟ وهو يقول ده أنا مأكلك 6 مرات النهاردة. ده أنت يعني فعلا بهيم عندك يا رب، أمسكت بيدي اليوم. ما أنا بأكل وانس، عارفين سوري لما أخذ ما بيأكل ما يعرفش، هو بيطول نار يأكل لكن ما يعرفش. ولو أنا خايف ليكون فينا العيب ده يا جماعة، نأكل وننسى. Meaning we eat and forget and then we ask you why are you not giving me to eat. I just gave you but you don't remember. Remember the fatherhood of God. I met a girl one time that she was raped by her father. The worst victim you can see. البنت اللي اعتدي عليها من باباها. أكتر حاجة تنفع مع البنت دي تقولها على الأبوة الحقيقية لله الأب، لأنها ما شافتش أب، ما شافتشوش. When you talk, when you hear about the fatherhood of God, that He knows every little thing in your life, He cares about every single detail in your life, why are you not satisfied after this? When I talk to non-Christians, Muslims, for example, the main thing, our Father who art in heaven. أكتر حاجة تشد واحد غير مسيحي أبانا الذي أبانا. ما فيش ولا دين ممكن يقول لإله أب أنك أبويا. أية محبة أعطانا الله يدعونا أولاد الله. So remember that blessing. You are the daughter of God. ده يعني أنت تمشي كده تقول يا أرض تهدي ما عليك أدي، ده أنا بنت الله، ده أنا بنت الآب. تذكر ذكرياتك مع الله. ناكل وننسى. الشاطر يكتب، ممكن يكتب على آخر كل شهر الحاجات الحلوة اللي حصلت عشان آخر السنة تعرف يوم 31 تقول أشكرك يا رب على مش فاكر ولا حاجة. ناكل وننسى. إنما لو بنكتب أو نفتكر العطايا. So we remember the memories of God, the blessings of God. Remember to bear and forgive. يقول in Colossians, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, as you also must do. Remember to forgive. Because if you forgive, you will be forgiven, and the happiest is the one who forgives. أكتر واحد ينبسط يا جماعة اللي يقول للحد أنا مسامحك. أكتر واحد، أكتر من اللي تقال له أنا يعني. لو أنت قلت الواحد أنا مسامحك هتحس بتقل تشال من على كتفك لا تتخيله. أنا مسامحك يا أخويا يا أختي يا أخ. Remember to forgive. So in summary, أم النور أكتر واحدة راضية نتعلم منها. عشان كده لما ربنا على الصليب قال يا يوحنا، كان بيكلمه هو تحته، دي أمك خدها وروح. النهاردة بيقول لكل واحد فينا يا فلان ويا فلانة خد أمي وروح بيها. بس عشان تاخدوا العذرة تروحوا بيها لازم تكونوا راضين زي أم النور. في كلمة برضو في العربي معلش برضو عيب يمكن أقولها بس هي كلمة جميلة، يقول لك الواد طالع لأمه.
احنا عايزين نطلع لأمنا، عايزين نتشبه بأمنا. وأم النور راضية راضية راضية، بالرغم صدقوني يوم في حياة العذراء أنا ما حدش فينا يستحمله يوم. فالرضا من جوه قبل من بره. الرضا يجي إن الواحد يبقى حاسس إنه ربنا مكفيه، وبالتالي does not compare each other with anyone. So be content like your mother. And when you are content, you will be the happiest person because you are resembling your mother. Glory be to God forever. Amen.